وفي أخبار الاقتصاد، شهدت البورصة المصرية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم وسط أمال بحدوث استقرار سياسي واقتصادي عقب فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 16.1 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 482 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2.22 مليار جنيه. صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 4.7%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 3.77%. كسب مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 3.8%. أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع صافي الاحتياطات النقدية لديه خلال شهر مايو الماضي بنحو 206 ملايين من الدولارات ليصل إلى مستوى 283 مليار فاصل 0.17 من مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 1.1%. من جانبهم توقع خبراء ماليون ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية مدعومة ببرامج استثمارات عربية تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى توقعات بازدياد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية بعد الانتخابات الرئاسية. ثمن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، معتبرا أنها خارطة ستسهم في حل أزمة البلاد. أكد عبد النور في تصريحات صحفية أن دعوة الملك عبد الله سيتم من خلالها ضخ استثمارات من الدول المانحة والأشقاء العرب للنهوض بالاقتصاد المصري من كبوته وتوظيف هذه الأموال في مشروعات ضخمة تمتص البطالة وتقضي على الفقر. أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية بدون فرض أعباء إضافية على الدولة. أوضح الوزير أن صندوق السياحة سيسهم بمبلغ 50 مليون جنيه وأن المستهدف تحقيقه هو مليار دولار، مؤكدا أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره للفترة الحالية. دلالة مشاركة الصندوق صندوق السياحة ب 50 مليون ليس في الرقم، لأن بالتأكيد الرقم المستهدف كبير اللي هو مليار دولار وان شاء الله يكون اكتر بعد كده في المستقبل، لكن الدلاله اكتر من القيمه الماليه التزام وزاره السياحه وبالتالي الحكومه المصريه بمسانده هذه الفكره وهذا الصندوق وبالتاكيد القطاع في الاخر على ان هو ينمو ويعدي المرحله اللي هو موجود فيها. حضراتكم عارفين انه الثلاث سنوات الماضيه السياحه عانت كتير جدا، احنا من حسن الطالع بنطلق هذا الصندوق بعد الاستحقاق الثاني لخريطة الطريق بوجود رئيس منتخب. ومن جانبه دعا الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار إلى دعم السياحة الأثرية لمساعدة العاملين بهذا القطاع العريض. نأمل إن شاء الله في القريب العاجل وفي هذا السيزون وفي هذا الفصل الجديد السياحي الجديد ابتداء من أكتوبر سوف نتعاون كل التعاون لكي يخدم كل مننا الآخر، قطاع الآثار بيخدم على السياحة وقطاع السياحة بيخدم، واحنا بنجد كل العون الشديد جدا من قطاع السياحة في الوقت الأزمة اللي بنمر بيها، قدموا كلنا كل العون على أساس إن احنا نرجع مثلا منطقة الأهرامات إلى سابق عهدها من التنظيم والنظافة والتعامل الجيد مع السائح، عاونونا أيضا في إرجاع شارع المعز إلى ما كان عليه. وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، تحسب الزيادة على إجمالي المعاش والزيادات حتى 30 من يونيو الجاري بتكلفة قدرها 8 مليارات من الجنيهات سنويا.
قال الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم البدء في إعداد مشروعات بحثية بين الجانب المصري والجانب الأردني بتمويل مشترك بقيمة 300,000 دولار سنويا. أضاف خلال توقيع اتفاقية تعاون بحثي بين مصر والأردن أنه سيتم عمل ورشة عمل بين الخبراء المصريين والأردنيين، وأن المشروعات البحثية ستركز على 5 قضايا وهي الطاقة والمياه والغذاء والاتصالات والمعلومات وأبحاث خاصة لمقاومة الفيروسات وخاصة فيروس سي. وزير التعليم قال إن الصين 13 مليار، قلت كده، وصلت 150 مليار، ده ناتج البحث العلمي. وفي مرحلة تانية بنتكلم على صرف البحث العلمي، ما انت لازم تصرفي عشان هيجي لك ناتج، والناتج اكثر بكثير من اللي بتصرفيه. فده الهدف من البحث العلمي. أكد دكتور خالد حنفي وزير التموين وضع آلية لحصول أصحاب محال وعربات بائعي الفول والطعمية المنتشرة بالأسواق والميادين العامة في القاهرة على جميع احتياجاتهم من الخبز المدعم لمساعدتهم على بيع الوجبات بأسعار مخفضة، وذلك مراعاة لاحتياجات المواطنين ولتحقيق هامش ربح لهم. مراسلتنا أمل صالح رصدت آراء الباعة في التقرير التالي. سعادة ورضا وشعور بالأمان، هكذا يمكن وصف مشاعر الباعة الجائلين على عربة الفول والفلافل عقب قرار وزير التموين لبحث استخراج بطاقات صرف الخبز المدعم بالإضافة إلى صرف حصص يومية من الفول والزيت والطحينة بهدف خفض أسعار الوجبات المباعة للمواطنين. أول حاجة الخبر ده أول ما سمعته حسيت يعني بسعادة وانشراح وحاجة يعني راحة غير طبيعية، كفاية إحساس الأمان اللي جوايا أول ما سمعت الخبر ده. بتمنى من الله ومن بتمنى من المسؤولين كلهم اللي يراعوا الحتة دي في الناس الغلابة اللي زي حالتنا. إحنا بناكل عيش بالحلال، إحنا ناس مسالمة. موضوع الترخيص ده لو مشي مفيش بياع في مصر هيعارض، بالعكس ده كلهم هيبقوا فرحانين. ليه؟ إحنا كده كده بندفع، يعني كده كده لما بيشيلوني بروح ادفع، لما حد بيعدي عليا عشان يسيبني بدفع، كده كده بندفع. يبقى لما ادفع قانونا ويبقى حاجه داخله البلد انا هبقى فرحان، وفي نفس الوقت انا فاتح بيت واثنين وثلاثه، لما اكون واقف في امان هبقى مرتاح وفرحان. قرار وزاره التموين المفاجئ الذي قوبل برضاء تام ياتي في اطار حزمه من القرارات المختلفه التي تهدف لتقنين اوضاع الباعة الجائلين، مع توفير شهادات صحية للعاملين على تلك العربات تفيد خلوهم من الأمراض حتى يطمئن المواطنون للوجبات المقدمة لهم، بالإضافة لوضع شعار مميز على كل عربة يفيد أنها تخضع لإشراف وزارة التموين، مع تكثيف الرقابة عليهم للتأكيد من جودة الوجبات وانخفاض أسعارها. إذا كان هو هيوفر لي العيش دون وانا لو احتجت عيش هجيب من اي حد تاني فما فيش مشكله، انما مثلا هيديني مثلا 200 رغيف يبقى كده هيحجم شغلي. يعني مثلا انا بشتغل 1000 رغيف هيجي هو يديني 200 رغيف خلصهم ولم وروح، ما انا كده مش هلم حاجه اصلا. العقبات التي كانت تواجه الباعة الجائلين مثل سحب عرباتهم ودفع مبالغ طائله كغرامه وقوف جميعها عقبات قد تختفي عقب ايام قليله من تفعيل القرار، الا ان احتماليه تقنين حصه الخبز ووضع عقبات تخص ساعات العمل اهم ما يقلق باعة الفول والفلافل. امل صالح، تلفزيون النهار.